أسعد الله أوقاتكم. بودكاست جديد نستكمل فيه سلسلة بناء الشخصية، ونبحر في موانئ النفس الإنسانية. خليكم على السمع وارفعوا أشرعة سفنكم لتمخر أبواب الفكر ومحيطات السكينة. وقبل أن نغادر ميناء البودكاست الماضي، أعجبني تعليق الأخت الراقية البركة، والذي يظهر أمامكم الآن، والذي يدفعني لرفع القبعة كناية عن الإعجاب وبالغ التقدير لهكذا فكر ينبغي أن نتخذه منهاجا في الحياة. أجل أيها المتابعون الكرام، قد لا يكون الإنسان عالي الثقافة، ولكن يعوض ذلك بالأخلاق الحميدة والمعاملة الحسنة والدين المعاملة. وهذا التعليق هو مدخلنا اليوم، فالمعاملة الحسنة لها أثر بالغ في تكوين الشخصية المحبوبة الجذابة. ومن أشكال المعاملة الحسنة جبر الخواطر. فما هو جبر الخواطر؟ لنبدأ من قوله سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. انظر عزيزي المستمع لروعة العطاء المستمر في هذه الآية حتى يصل بالمسلم لحالة الرضا. فهذه الآية رسالة إلى كل مهموم ومغموم، وتسلية لصاحب الحاجة، وفرج لكل من وقع ببلاء وفتنة. إن الله يجبر كل قلب لجأ إليه بصدق. سورة الضحى الكريمة مثال واضح لجبر الخواطر. وجبر الخواطر أعزائي المستمعين خلق إسلامي عظيم يدل على سمو نفس وعظمة قلب وسلامة صدر ورجاحة عقل. يجبر المسلم فيه نفوسا كسرت وقلوبا فطرت وأجساما أرهقت وأشخاص أرواح أحبابهم أزهقت. فما أجمل هذه العبادة وما أعظم أثرها. وكما يقول الإمام سفيان الثوري: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم. أجل عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، جبر الخواطر عبادة في المفهوم الإنساني والإسلامي. هل سمعتم عن الحديث النبوي الشريف: تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ وهل جبر الخواطر إلا صدقة لوجه الله تزيح وتميط بها أذى النفس المنكسرة؟ لو كنت مسؤولا في مكان ما وابتسمت بصدق في وجه ذلك العامل أو الموظف البسيط، فأني جبرت بخاطره وأرسلت له رسالة سامية بأننا بشر متساوون نساند بعضنا البعض. لا فرق بيننا إلا في الأعمال الصالحة التي تقربنا لله عز وجل. كن إنسانا متفائلا ينشر ورود الحب ويزرع بذور الطمأنينة في بساتين النفوس المكلومة. وصدقني، لا يوجد شيء يزيد في رصيدك من حب الناس مثل ما يفعله جبر الخواطر، حتى بشق تمرة. ومثل ما قلت في حلقة هذا الأسبوع من قهوة وفنجان، إن الشخصية الإيجابية تدفع الجميع إلى الاستماع لها والثقة بها. فجبر الخواطر عامل مهم في تعزيز تلك الشخصية. وبكذا وصلنا إلى نهاية بودكاست اليوم. راح نكمل في البودكاست القادم عن بناء الشخصية المحبوبة والجذابة. ويمكنكم الاستماع للبودكاست عبر ساوند كلاود، وراح تلاقون الربط في الوصف. وما دام وصلت عزيزي المستمع إلى هذه النقطة، تشرفت بك وأتشرف أكثر بملاحظاتك في التعليقات أدنى.
ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات وأيضا مشاركة البودكاست مع من تحبون. وإلى أن نلتقي في البودكاست القادم، لكم مني أجمل تحية وأطيب التمنيات. طابت أوقاتكم.